تصب الجزائر وفي ظل التحديات البيئية الجديدة إلى تبني نموذجاً طاقوياً يتكيف وإمكانيتها، يضمن انتقالاً طاقوي آمناً ومستدام. في طبعتها 26 ليوم الطاقة، أكد الخبراء على أهمية التوجه نحو الاستثمار في الهيدروجين الأخضر. احنا 600 ميجا وات طاقه متجدده هو يعني قال شيء قليل جدا. اذا اردنا انتاج الهيدروجين بطاقات معتبره، يعني قال بكميات معتبره، اذا اردنا انتاج الهيدروجين بكميات معتبره يجب تكبير طاقه الانتاج الكهربائي المتجدد. نتكلموا ما هما افاق 2030. افاق 2030 ما هو المجتمع الجزائري والمجتمع الدولي؟ على سبيل المثال نكون تقريب 55 مليون نسمة في آفاق 2030. كيفاش نستهلكوا الطاقة؟ هل نكملوا نستهلكوا الطاقات الكامنة أو نروحوا تدريجين للطاقات أخرى؟ الخبراء المشاركين في هذه الطبعة أكدوا على أهمية الانتقال الطاقوي في ظل إرساء ثقافة الحفاظ على الطاقة أو اقتصاد أكثر للطاقة. إحنا كمواطنين كاين دي جيست كما يقولوا نقدروا نديروهم أو كوتيديان بور إيفيتي هاد لو ريشوفمون كليماتيك. باغ إكزومبل عندنا لي لوميير، إيفيتي لو غاسبياج تاع إلكتريسيتي تو، كاين لو غاسبياج أليمونتير أوسي، كاين في لو ترونسبور إيفيتي بريفيليجي ديزون لي ترونسبور أون كومون. إن الانتقال الطاقوي يستدعي القيام بتحولات في عدة مجالات، وعليه فإن الجزائر مطالبة اليوم بانتقال طاقوي كلي وشامل بإشراك كل القطاعات المعنية.